الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع قصص الأنبياء، وما زلنا مع نبي الله يوسف الصديق، وسنتناول في هذه الحلقة المباركة قصة يوسف عليه السلام داخل أسوار السجن، حيث أنه كما قلنا في الحلقات الماضية رفض الخضوع والخنوع لامرأة العزيز، فكان جزاؤه السجن. ودخل معه السجن فتيان كما قال الله عز وجل، وكان هؤلاء أو هذين الشابين يعني قد سجن بتهمة المؤامرة على الملك. فكل واحد في هذين الشابين شاف المنام دياله على أنه كيوقع عليه واحد الأمر في المنام. الأول شاف على أنه كيسقي ربه خمرة، أي الملك كان كيحلم في المنام أي في الرؤيا بأنه كيسقي الملك. وأما الثاني الشاب الثاني فرأى في منامه بأنه يحمل فوق رأسه الخبز وتأكل الطير منه. وحكى القرآن عن ذلك فقال: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر أي الثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. ففسر يوسف عليه السلام للأول أي ساقي الخمر بأن الملك سيعفو عنه وبأنه سيعيده إلى منصبه، وأما الثاني الذي رأى في منامه بأنه يحمل الخبز فوق رأسه وتأكل الطير منه بأنه سيقتل ويصلب وتأكل الطير من جثته. وحكى القرآن ذلك فقال سبحانه: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أنه سيعود إلى مهنة سقاية الخمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. سنحاول إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى أن نكمل الحديث عن يوسف وعلاقته بساقي الخمر ورؤيا الملك، حيث هناك أحداث مشوقة في الحلقة المقبلة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.